يا مريم، ألا تسمعيني؟ كنت أحتاج إليك معي. ليس لدي وقت يا أمي. ماذا تفعلين؟ أتزايدين دروسك يا مريم؟ ليس لدي وقت يا أمي. هل تنهين واجباتك؟ ليس لدي وقت يا أمي. انتبهي لكلامي حين أحدثك. ليس لدي وقت يا أمي. الوحش سيقتلني. لقد فاض الكيل. هذه اللعبة غير مناسبة لك. يجب أن أخبر أبيك بما يحدث. واو! بهذا المستوى من اللعبة سأقابل الوحش الكبير! شير! مريم 100%! يا إلهي! ما هذا؟ الوحش! ما هذا؟ ماذا يحدث؟ بسبب مكوثك أمام شاشة الكمبيوتر وهاتفك الذكي وقتاً طويلاً، لكن الحمد لله أنت الآن بخير وأنا بجوارك. آسفة يا أمي، لم أعاملك كما يليق بك. كنت مغرورة ومتكبرة، وسأبتعد عن تلك الأجهزة التي تهدر وقتي وتشوش على عقلي، ولن أستخدمها إلا فيما هو مفيد. وبعد الرجوع إليك أنت وأبي. لقد سامحتك يا ابنتي، وسعيدة بأنك فكرت ووصلت إلى هذا القرار.